مساء الخير عليكم جميعا. انا مي فؤاد، مقدمه معاكم في مسابقه مطبخ تورنيدو، وقدم لكم النهارده صنفين، واحد حلو واحد حادق. الحلو بتاعنا هيكون رقائق هشه بالتفاح، صنف لذيذ جدا هيعجبكم، لازم تشوفوه. والصنف التاني فراخ بصوص الليمون، طعم حكايه يا جماعه، ولذيذ برده جدا وسريع جدا، وصفتين اسهل من بعض والذ من بعض. يلا على مطبخي نشوف الوصفتين، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. دي معانا وصفه الفراخ بالصوص الليمون دلوقتي. انا جبت طاسه ووك، حاجه عميقه لازم تبقى، ومشغله النار. هنبتدي نحط الزيت والزبده يسخنوا، هنقوم مقاديرنا. دول معلقتين زيت ذره، ومعاهم معلقه زبده مش مليانه قوي، هحطهم في الطاسه يسخنوا. وبعدين نشوف مقاديرنا. مقاديرنا طبعا الفراخ بنجيب الصدور، وبصوا بقطعها مكعبات، يعني اصغر سنه من الشيش طاووق. المكعبات دي يعني لازم تبقى فراخ تجيلك الصدور سليمه عشان تعرفي تقطعيها براحتك، ما تخليهاش يعملها لك فيليه كده زي اللي هي بتعمل البانيه، دي مش بتبقى حلوه في التقطيع، انت تبقي متحكمه فيها فراخك. بعدين عندنا مقادير ايه كمان؟ عندي ثوم، خمس فصوص ثوم، وليمون، عصير 3 ليمون، ومعلقه مستارده صغيره، وعندي معلقه دقيق كبيره، وثلاث ارباع كوبايه لبن، حليب، وكوبايه ميه، وملح وفلفل، عندي ثلاث ارباع ملح صغيره، ونص فلفل اسود. بس مقادير بسيطه، كلها فراخ وثوم وليمون ومستارده ولبن ودقيق وملح وفلفل، يعني حاجه بسيطه جدا عندك في البيت وعلى طول على طول. وفي رمضان الواحد بيبقى حر وتعبان ومش قادر يقعد في المطبخ كتير، وصفه سهله يا جماعه، وان شاء الله مش هتاخد منكم وقت في المطبخ، وتيستي، طعمها لطيف جدا، هتشوف مع بعض. طيب انا الزيت والزبده بقى يسخنوا معايا، هنزل بالفراخ. بصوا انا لازم اسمع صوت الكش ده اول ما ينزل الفراخ عشان تتحمر معايا كويس. انا عايزه اعمل ايه؟ هي خطوه واحده، مش هقلب الفراخ كتير غير لما احس انها بدات تاخد لون ذهبي من الناحيه اللي تحت والمسام كده تقفل معايا، هبتدي اقلب الفراخ. لكن دلوقتي هسيبها كده في الزيت والزبده الاول على نار عاليه جدا، لازم من غير ولا توابل ولا اي حاجه، هي الفراخ لوحدها كده تنزل، وهستنى بقول لكم تتحمر شويه وبعدين ابتدي اقلبها. بصوا اهو عدى حوالي 3 4 دقايق، بصوا وصلت اهو الفراخ، بصوا اتحمرت معايا، انا عايزاكم تشوفوا شكلها. بصوا وصلنا اللون ذهبي حلو اهو، شايفينه؟ بس الحاله دي هنزل بالميه واخلي بالي ده سخن والميه بارده عن السطح ده، فابعد عشان البخار ممكن يطلع يلسعني، فاخلي بالي من النقطه دي. انا كده حطيت الميه وهتستوي فيها الفراخ. احط ايه بقى؟ محتاجه ان انا ايه اتبل الفراخ دي، فهحط الملح والفلفل. الملح والفلفل دول حوالي ثلاث ارباع، قلنا معلقه صغيره ملح ونص فلفل اسود، وهحط الثوم بتاعي، ثوم، دول خمس فصوص ثوم. ممكن كنت اقلب الثوم مع الفراخ برده ياخد تشويحه وبعدين اطفي. وهنزل بالليمون بتاعي، ثلاث عصير ليمون اهم. يبقى انا حطيت الميه والثوم والليمون والملح والفلفل. طيب انا هسيب بقى الفراخ دي كده ايه تستوي مع بعضيها في الميه دي، مش تاخد وقت يا جماعه، لان الفراخ متقطعه صغير، فانتوا مجرد الفراخ عارفين اللي هي ايه هتاخد لها ربع ساعه مثلا ماكسيمم. انا هتغلي بس على نار عاليه كده الاول، وبعدين بقى اوطي على النص كده تبقى حراره متوسطه، واروح مغطياها. اوكي، وعندي ثلاث مقادير ما حطيناهمش، هنرجع ونشوف مع بعض ايه هما الثلاث مقادير دول اللي هنحطهم في الاخر. هيخلوا لي الفراخ بالليمون طعمها تحفه، هتعجبكم الوصفه. يلا تابعوا معايا، تغلي، اوطي، اغطي، ونرجع تاني. ورجعنا مع الفراخ بصوص الليمون، وقلنا فاضل ثلاث حاجات هنحطهم. ايه هما؟ ثلاث ارباع كوبايه الحليب دي، هعمل فيها ايه؟ هاجي معلقه الدقيق اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، احطها اهي معلقه دقيق. لازم اتاكد ان الدقيق جاب كويس جدا جوه الحليب،
ميبقاش فيه كراكيع كده ولا حاجه. حط بس كده ايه الظهر المعلقه كده. ممكن عارفين نروح بقى ايه ضاغطين عليه كده بظهر المعلقه لو في حاسه ان في حاجه لسه. قلبه كويس جدا واحط دول يبقوا دول حاجتين. فاضل الحاجه الثالثه اللي هي ايه معلقه مستردة صغيره مليانه برضو احطها مع الحليب هو اللبن. يبقى انا عندي الثلاث حاجات بتوعي. المستردة فيه طعم لطيف جدا مع الليمون والفراخ الجرام. طيب واروح نازله بيهم انا كده ايه عارفين في شويه صوص ولا هو الفراخ قبل ما تقفل عليها بخمس دقائق. واروح نازله بالحاجه اللطيفه دي بتاعتي دي هنا. واروح برضو ايه مقلبه وسايبه بقى كده على نار عاليه يغلي كام غلوه كده كمان. هو ايه انا عايزه بس برضو الصوص يتقل معايا وكده الفراخ تاخد من طعم المستارده والدقيق يشتغل كده ويستوي وكله يبقى تمام معايا وخلاص وصفتي هتبقى جاهزه. طيب في بقى كذا سؤال. هل ممكن احط كريمه؟ اه ممكن تحطي كريمه طبخ بس انا بحاول اسهل عليك. بس يعني يستحب بقى لو نحط كريمه ما نحطش زبده يعني حاجه واحده كفايه. طيب في حاجه ثانيه. هل انا ممكن احط اي اضافه على الفراخ دي؟ طبعا ممكن احط مشروم. ممكن احط اي حاجه من الحاجات اللي هي اللي زي بالشبت بتبقى حلوه جدا بس دي حاجات تراجع الاذواق الشخصيه. فانا حبيت اعمل لكم اللي هي الكلاسيك واللي حابب بقى يضيف ممكن تتعمل بالشبت وممكن كمان تتعمل بالكزبره الخضراء شويه كده في الاخر سواء لما نيجي نطفي نحط شويه من ده او ده تبقى لطيفه جدا. طب اقدمها مع ايه؟ ممكن اقدمها مع رز ابيض، رز شعريه، رز اصفر، بطاطس مهروسه. كل دي اختيارات عندي وهنشوف مع بعض التقديم للفراخ بصوص الليمون. وده شكل الفراخ بصوص الليمون يا جماعه. معانا صوص تقل وعملنا له شويه كده تسبيق للليمون وكده كزبره خضراء ووصفه بجد لذيذه جدا تعجبكم ان شاء الله. لازم تجربوه وايه رايكم في التعليق. وكل سنه وانتم طيبين.